أهلا وسهلا مقادير غريبة اللوز. عندنا كوب لوز محمص ومطحون، هذا كده كوب. عندنا نص كوب زبدة، تمام. وعندنا 3 أكواب دقيق أسمر، تمام. وكوب ونص سمنة، سمن حيواني وليس نباتي. لا ما ينفع نباتي، لا تستخدم النباتي. وعندنا كوب دقيق أبيض، وكوب ونص سكر ناعم. ممكن تطحني في البيت بس أنا أفضل السكر الناعم الجاهز، ودائما أستخدمه إلا بدون نشا في الغريبة أفضل. ما في عادي أستخدم إلا بنشا، ما في أطحني في البيت. يعني إن شاء الله الأمور سهلة يعني وميسرة، ما نعقلها. بس لو قدرت تجيب الجاهز الناعم المطحون إلا بدون نشا أفضل. طيب هل يحتاج ننخل المقادير؟ لا، مو زي الغريبة الكلاسيك تنخلي، لأنه أساساً الغريبة اللوز لما تيجي تأكليها تقرش بسبب وجود اللوز، تمام؟ فما يحتاج أنك تنخلي. لكن الغريبة العادية الكلاسيك ننخلها عشان تطلع كده خفيفة، حتى لما كده تأكليها تدوب في فمك دوبان، تمام؟ فهنا ما يحتاج تنخلي. إذا مرة أنت تبى تنخلي وعندك تكتلات في الدقيق وفي السكر الناعم أنخلي، ما في مشكلة، تمام. طيب أنا نخلت السكر لأنه كان في الفريزر وكان متكتل علي شوية فنخلته. إذا أنت مو متكتل وناعم خلاص لا تنخلي. ونخلت كمان بالمرة الدقيق. دحين حضيف اللوز كله، الدقيق الأسمر، طيب. حيجيني أسئلة، أنا عارفة إنه ليه ما أحطه كله دقيق أبيض، ليش ما أحط الدقيق الأبيض أكتر من الأسمر؟ يا ستي براحتك أنت، إذا تبت تنقصي حاجة وتزودي حاجة براحتك، بس أنا بعطيك المقادير اللي أقول لك هذه الغريبة كده لذيذة زي ما هي، سويها بحذافيرها وحتطلع معاكي مزبوطة ولذيذة. راح أضيف نص كوب زبدة، ترى ممكن تستغني عن الزبدة وتخليها كلها سمنة. كده نص كوب زبدة، ونضيف السمنة ونعجن. عجني إلين تحصلي على قوام الغريبة المتماسك. في البداية حتحسيها مفرفطة لكن حتتماسك معاكي، لا تقلقي. حكمل عجن بيدي. شوفوا هذا قوامها خلاص بعد ما جهزت، شايفين؟ وصلنا لقوام الغريبة. هستخدم الملعقة الصغيرة 5 ملي، تمام، كمعيار عشان تطلع كلها قد بعض. وحجمها بالنسبة لي ممتاز 5 ملي. دردميها، حطيها في الصينية واضغطي عليها ضغطة خفيفة وزينيها بحبة لوز. دخليها الفرن وشغلي عليها بس من تحت. أول ما تشقر على خفيف، مرة تكون على خفيف خلاص شيل الصينية، هتكون غريبتنا جاهزة. شوفوا ما شاء الله هذه خلاص جهزت، حمرتها بس من تحت. هذه حبة هنا أكلناها بالعافية، ودحين تدخل الصينية هذه الفرن.